ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ طبعا زي ما شفت كده من عنوان الفيديو، فانا النهارده جاي اتكلم عن ارخص تجميعه او ارخص بي سي تقدر تعتمد عليه في المونتاج وصناعه المحتوى. المحتوى دوت يعتبر مش محتوى قناتي اللي هو بتاع الهاردوير ده، بس انا معرفتي بالهاردوير كويسه، فلو حابين فيديوهات تانية عن الهاردوير وكلام زي دوت فاكتبوا لي في التعليقات ممكن اعمل فيديوهات تانية. طيب التجميعه اللي انا جاي اتكلم عنها النهارده تعتبر نفس التجميعه الجديده اللي انا جبتها، واللي هي ورا في الخلفيه هنا، فأقدر أكلمكم عنها بكل التفاصيل وكل التكات الصغيرة اللي ممكن تقابلها وانت بتجمع يعني. فمن غير رغي كتير خلينا نبدأ مع أول حاجة وهي المعالج. المعالج يعتبر أهم حاجة بالنسبة لواحد عاوز يعمل مونتاج أو مالتي تاسكينج تقيل على الجهاز، فلازم تجيب حاجة فيها كورز وثريدات كتيرة. وفي الحالة دي أحسن معالج ممكن تجيبه في السعر ده هو الـ i5-10400F. المعالج ده بيقدم قيمة مقابل سعر ممتازة جدا جدا، ده يعتبر أرخص معالج 6 كور 12 ثريد ممكن تجيبه في السوق المصري. المعالج دوت البيس كلوك فيه 2.9 جيجا هرتز والماكس بوست 4.2 جيجا هرتز، فحقيقي كل جنيه بتدفعه في المعالج دوت بتاخد مكانه أداء. أقرب منافس للمعالج دوت هو الرايزن 5 3600، واللي يعتبر اغلى منه ب 1300 جنيه، فيعني صباح الفل، مش هدفع 1300 جنيه عشان اخد ريندر اسرع 4-5 ثواني يعني. فانا بصراحة شايف ان المعالج ده بيقدم قيمة افضل عن ال 3600، بما ان هو يعني ارخص وكمان تقريبا نفس الاداء. يعني في المالتي تاسكينج ممكن يكون 3600 احسن شوية، ولكن ده يعتبر احسن في الالعاب كمان، فيعني المعالج ده جبار جدا. ممكن تقولي طب ما هو منصة AMD افضل وممكن تكسر فيها سرعة وفيها سرعات رامات عالية والكلام ده كله، اقول لك تمام ماشي، بس انت لما تيجي تكسر سرعة تحتاج بوردة ودوائر طاقة كويسة، وتحتاج كمان كولر غير الكولر اللي جاي في العلبة عشان مش هينفعك في كسر السرعة. فلا بصراحة انا شايف ان المعالج ده افضل بكتير يعني كقيمة. المهم ندخل على المذر بورد. البوردة اللي اخترتها هنا بوردة بيزك خالص، ما فيهاش اي حاجة مثيرة، ما فيهاش حاجة كده اللي هي جامدة يعني. مش عارف البطارية فين عندك؟ ايوه هي دي ال H410 من جيجا بايت. زي ما قلت بوردة عادية خالص، بتديني بس الاساسيات، فيها مخزوكتين للرام، والحمد لله ان فيها مكان ل M.2 عشان لو حبيت ازود تخزين في المستقبل. يعني هي من الاخر بوردة تديك كل الاساسيات من غير مشاكل. لو حابب تعلي وتاخد البي 460 مفيش مشكلة، هتديك مميزات اكتر، ولكن مش بتفرق خالص في الاداء. البوردة عموما كلها ما بتفرقش في الاداء، مجرد مميزات بس. فهي بوردة هتشيلك الجهاز من غير اي مشكلة، وتعتبر من ارخص البورد اللي موجودة، وهتمشي لك الجهاز من غير اي مشكلة يعني. ندخل بقى على الجرافيكس كارد، لو تعتبر يعني حاجة غالية وصعبة تلاقيها اليومين دول. حابب اقول بس قبل ما اتكلم عن الكارت اللي جبته في التجميعة دي، انك لما تيجي تجيب كارت للمونتاج لازم تجيب كارت من نيفيديا، لان بيبقى افضل في ال 3D والريندرينج والكلام ده كله، وبيبقى افضل بكتير جدا من كروت AMD في برامج ادوبي كلها. يعني من الاخر ابعد عن كروت AMD في المونتاج، لو انت جايب حاجة للمونتاج ابعد عن كروت AMD. طيب الكارت اللي اخترته هنا هو ال GTX 1650 سوبر. طبعا مش حاجة جامدة قوي زي كروت ال 3000 الجديدة من نيفيديا، ولكن مازال كارت كويس جدا من افضل الكروت الاقتصادية اللي ممكن تجيبها في الوقت الحالي. وبالنسبة لشغل المونتاج فهيقضيك جدا ومش هيأثر معاك في حاجة خالص. انا خلال تجربتي يعني اللي دامت اسبوع كان كويس جدا معايا، وكنت بمنتج 4K من الموبايل وكان مقدم معايا كويس جدا، ما اشتكاش من حاجة بصراحة. طيب لو حابب تعلى بالكارت شوية وتجيب حاجة أعلى، ممكن تجيب الجي تي اكس 1660 سوبر، وعندك برضو ال 2060 وال 3060، وعندك حاجات تانية كتير. عموما المعالج ده ياخد لحد ال 3070، فقشطة يعني براحتك. بالنسبة للرامات فأنا جبت 16 جيجا 2.8 من كروشال بسرعة 2666 ميجا هرتز. ليه جبت السرعة دي؟ وفي حاجات بتوصل ل 3600 وحاجات أعلى من كده كمان،
عشان المعالج اخره السرعة دي والبوردة برضو اخرها السرعة دي، فقلت اوفر واجيب الرامات دي ويعني اخد فلوسها واحطها في حاجة تانية. طب لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي ومش مشترك في القناة، فانزل اشترك واعمل لايك، وياريت بقى لو تشغل زر الاشعارات اللي تحت دوت. طيب الموبايل فصل ورحت شحنته وجيت تاني، ف ممكن تلاقوا الكادر اتغير شوية. المهم كنت عاوز اقول لكم ان القطع اللي جاية كلها ديت تقدر تغير فيها براحتك، يعني مفيش مشكلة لو جبت حاجة غير اللي انا هجيبها، لان يعني القطع اللي جاية دي كلها مبتفرقش في الاداء خالص. طيب بالنسبة للباور اللي انا جبته، انا جبت باور من جيجا بايت 80 بلس برونز 450 واط. الباور ده كويس جدا وهيكفي سيستم زي دوت من غير اي مشاكل، بس في حاجة تافهة عجبتني جدا في الباور ده، الباور اسلاكه كلها سودا، ودي حاجة يعني بصراحة عجبتني. معظم الباورات الرخيصة بتبقى اسلاكها يعني عارف انت اللي هو الوان كتير كده ما تفهمش مالها يعني، لكن ده شكله بصراحة احسن بكتير. حاجة تافهة قوي بس يعني حبيت اقولها لك يعني لو انت تافه زي. بالنسبة للتخزين، فشوف انت ميزانيتك تسمح لك بايه، ممكن تجيب هارد 2 تيرا 1 تيرا، شوف انت عاوز ايه، بس الاهم انك تجيب اس اس دي. يعني ما انصحش اي حد ان هو يجيب تجميع زي دي وما يجيبش اس اس دي. انت لو ما جبتش اس اس دي كأنك جبت كمبيوتر بنكهة 2008 ولا حاجة، يعني ما انصحش اي حد يجيب كمبيوتر من غير اس اس دي بصراحة. نوصل بقى للكيس. انا الكيس ما كانتش فارقة معايا قوي، كنت عاوز حاجة تكون تهويتها كويسة، ويا سلام لو فيها ار جي بي مثلا او حاجه. فروحت لقيت كده كيسه من شركه مش معروفه اسمها زيجماتيك، فلقيتها باربع مراوح وار جي بي ويعني رخيصه جدا، فقلت قشطه ماشي هشتريها. المهم اشتريتها وطلعت الالوان دي ثابته مش ار جي بي ولا حاجه، على الرغم ان فيها زرار اللي انا اغير فيه اغير الالوان، فيعني مش عارف بصراحه. بس هي كسعر كويسة يعني، شكلها مش وحش، انا شايف شكلها كويس، وخامتها مش افضل حاجة، ولكن يعني ده اللي انت بتاخده مقابل السعر اللي انت دفعته. لو دفعت اكتر هتاخد حاجات احسن يعني كتير. الكيسة انا بحجم الاي تي اكس، بس حاسسها بصراحة ان هي ملمومة في نفسها قوي يعني، بس يعني كويسة وعلى سعرها يعتبر كيسة كويسة جدا يعني. اسمها زيجماتيك تريو لو حابب تشتري زيها او حاجة. طيب دي كده كل القطع اللي انت المفروض تجيبها عشان تشغل التجميع، فخلينا نروح نشوف أداء التجميع دي في المونتاج والألعاب.
طيب زي ما شفتوا كده، ده اداء التجميعة، وانا بصراحة راضي بيه جدا. يعني اداءه في الالعاب كويس جدا، واداءه في المونتاج اكتر من ممتاز بالنسبة لي. انا كنت بمنتج على الموبايل، فيعني بالنسبة لي ده عظمة جدا يعني. فبصراحة اداءها كويس بالنسبة اللي انت هتدفعه. لو انت عاوز حاجة للالعاب بس، فانا ارشح لك ان انت تجيب الاي 3 بدل الاي 5، وتعلى بالكارت شوية يعني. ده بالنسبة لي هيبقى كومبو أفضل لو جايبه للجيمنج، أما لو المونتاج ده فديت أفضل حاجة في السعر ده. بالنسبة للأسعار، فأنا جبت التجميعة من فترة وكانت أسعار معتدلة وعادية، ولكن دلوقتي كل الأسعار عليت وكل الحاجات دي غليت، بزيت كارت الشاشة. فأنا لو قلت لك على سعر اللي أنا جايب بيه، مش هتلاقي بيه حاجة خالص يعني. فأنت تنزل وتشوف الأسعار وتجيب زيها بالظبط، لأن الأسعار اللي أنا جايبها مش هتلاقيها خالص يعني. وبس كده، دي كل حاجة لفيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناة. نشوفكم في فيديوهات جاية كتير. سلام.